السلام عليكم. تبارك الله عليكم. استاذه عفاك المفاجاه اللي عندكم في التكره ديالكم. جمعيه امل لمرضى السكري برئاسه سلمى الحبيب. سلمى الحبيب برئاسه سلمى الحبيب. ايوا واخا فتحنا ديك التكره ديك المفاجاه اللي كاينه تمايا. المفاجاه عندنا تكره بالحلوب اللي هو مشهور في مدينة العرائش. فضلنا نشاركوا به ونشاركوا الطاجين الثاني. هذا كنسميوه الطاجين الأول والطاجين الثاني اللي إن شاء الله احنا دابا غادي نعلنوا على وجهه. الطاجين الثاني اللي هو الشرق طريقة تقليدية بلدية عريشية. عريشية بالخضار يعني بالبطاطا والفلفل والليمون يعني جميع التوابل جميع الخضار اللي هي عريشية محضة. شنو هي اللمسة اللي عندكم انتم في هذا الاعلان ديال هذا التكري اللي درتوها؟ شنو هي؟ نعم شنو هي السر ديالكم انتم اللي درتوا فيها؟ السر عندنا هو المذاق ان شاء الله. هذا المذاق اللي ربما كنقولوا حنا لا نقولوا من الفائزين ان شاء الله. وعطيتي شي اسم هذا الطاجين ولا غير نقولوا الطاجين ديال التكره؟ غادي نعطي والو ما عندنا حتى شي. غادي نعطيوه بالاسم بالمناسبه رغم انه هو مخصص للجميع ولكن بمشاركه الطاقم. انا عم نقدم لعافاك السميه ديالك ارسلام وشان. نعم ارسلام وشان عضو جمعيه امل لمرضى السكري. تبارك الله عليك. رئيسه الجمعيه. نعم.